ولا السامري. الآن السامري إذن هي شخصية متكررة، واضح أنها تتكرر في كل عصر، إذن هو درس من الدروس السامري. طيب استغل السامري، استغل، لاحظها، غيبة موسى عليه السلام، غيبة موسى عليه السلام وإنهم الجماعة عندهم قابلية الوثنية، استغلها في إيش؟ استطاع أن يلقي، وعلى فكرة بيكون أقدر منهم كلهم، وديروا بالكم هذول حراس العقيدة كانوا يكونوا أفهم ناس حسب التاريخ، لما نقرأ التاريخ كان يكونوا أفهم الناس في الفلسفة، وأفهم الناس في الصناعات، وأفهم الناس في الكيمياء. ولا السحرة بالكم شو كاين قصتهم؟ انتوا بالكم السحرة من أول ما شافوا الأفعى هالعقيدة الصلبة هاي، لو انه فرعون هددهم بالقتل والتصليب قالوا له افعل اللي بدك اياه، مين بيعمل بهذا العمل؟ هذول مش ناس عاديين، هذول اصلا حراس عقيدة. فبكونوا لاحظوا من جوا ماكنين في لما ينتقلوا للعقيدة الثانية بنفس القوة. عمر الخطاب لاحظوا قديش كان غيرته على الجاهلية اكثر من اي واحد في مكة، الى درجة انه بده يقتل الرسول. لما امن انعكست القضية، نفس الشخص القوي، نفس الشخص القوي، تمام. فبالتالي هذا الرجل الآن استغل ذهاب موسى عليه السلام، وبسيطرته يبدو وقابلية الوثنية عندهم، وأصلا طلبوها من موسى عليه السلام، جمعوا هالحلي، الحلي بنعملكم، وعمل لهم عجل. إذن هذا مش أول مرة بيعمل، خلصنا، واضحة. طيب وكمان متقن، له خوار، مرتين القرآن قالها. قديش متقن يعني؟ عجلا جسدا. وسبق قلنا شو هو الجسد؟ الجسد هو جسم الشيء اللي أصلا فيه حياة، اللي أصلا فيها، مش لما بكون فيه حياة، اللي أصلا فيه حياة. العجل فيها أصلا حياة ولا ما فيش؟ هذا الآن فيهوش حياة، جسد. أخرج لهم إياه، عبدوا، جاهزين. بس واضح انه في سيطرة برضو، مش بس قدرة صناعية، قدرته على طيب لما رجع موسى عليه السلام وبدأ يحقق مع السامري، انا عم بدي بس السامري الان، قال فما خطبك يا سامري؟ ما خطبك يعني بمعنى ممكن اللغة هاي شو معناها؟ ايش المصيبة اللي جيت فيها يا إيش المصيبة اللي جيت فيها يا سامري؟ ما خطبك؟ أو إيش المهم عندك هذا؟ إيش اللي دفعك هالدفعة هاي؟ انتبهتوها؟ إيش اللي دفعك هالدفعة هاي؟ قال، مين اللي قال؟ سامري. السامري على فكرة ما تستبعدوش إنه يكون يعني لا يزال على عقيدته، يعني الآن مستعد يواجه. مستعد يواجه، خصوصا اذا هو يعني له شأن اصلا، فيلسوف مثلا. قبل هيك لاحظوا، افرضوا اجل ملك قال لواحد عصى امره، تعال الملك قال له الم يبلغك امري؟ لحظه، الم يبلغك امري؟ اذا بده يعتذر هذا الشخص شو بقول؟ لاحظوا شو بقول، بقول لم يبلغني أمرك، لم يبلغني أمر الملك، كلوش أمرك، لم يبلغني أمر الملك، مش هذا هو؟ انتبهتوا؟ ما بقولوش يعني، هاي بيعدوها قلة أدب، بيقعد يقول له لم يبلغني أمرك، لا يكون بده يلعب معك هو، قول لم يبلغني أمر الملك، انتبهتوا؟ أو إذا بده يكون وقح شو بقول؟ بلغني أمر الملك، مش حتى أمرك، إذا بده يكون وقح شو بقول؟ بلغني أمر الملك، وإيش يعني؟ بقولش بلغني أمرك، افهمها، لأني جاي للي بعدها الآن، هذه بدهيات ولا مش بدهيات لغة؟ اللي هو ملك بلغني أمره، إيش يعني؟ قال له ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني وكأنها بتحمل هاي المعنى التالي، يعني إذا هذول نضحك عليهم وبيفهموش، أنا شايف اللي مش شايفينه هم، وبصرت هاي على فكرة فيها يعني إيش علم وبصيرة،
يعني دليل وبرهان هيك عنده. بصرت مش ابصرت، مش اشي شافه بعينيه، مش ابصرت، بصرت. قال بصرت بما لم يبصروا به. مين اللي لم يبصروا به؟ الناس. يعني اذا الناس اتبعت انا غير، انا غير. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. انو رسول؟ انا ليش جبت الملك على فكرة؟ لانه اللي قدامه مين؟ اللي قدامه مين؟ رسول. وذاك قدامه الملك. قال بلغني امر الملك، بلغني امر الملك. وبيحكي مع مين؟ مع الملك. انا كل اللي اخذته منك، هيك بده يقول له، انا كل اللي اخذته منك قبضة. يعني هالقبضة قديش هي؟ من اثرك. مش اليوم نقول اثر الرسول؟ احنا شو هو اثر الرسول؟ سنته. مش هي جاء في الاثر كمان؟ جاء في الاثر. قال له بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. اكثر من هيك وقاحة؟ ايش النبذ هو اصلا؟ النبذ القاء مع اهمال، مش انه القى مشان يعمل عجل. لا، انا اخذت منك قبضة، تأثرت فيك شوية، اصلا هذه نبذتها شوية، نبذ ها شوية نبذتها. اذا قال له بصرت بما لم يبصروا به. انا بفهم مش زي ما بفهموا. بصرت، وهذول تجدوهم اليوم موجودين امثال هذول الناس. بصرت بما لم يبصروا به، اصلا الناس تفهمش كلها، اصلا الناس تفهمش كلها، هم اللي بفهموا. تشوفوهم مش بتشوفوش في الفضائيات؟ الشعوب هاي ما لها قيمة ولا بتفهم اصلا. هم الصح. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة، لانه اصلا يعني برضو هالشوية اللي اخذتها منك اللي هي انا شايفها صح، هذه كمان نبذتها. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يا هذا اللي طلع معي وهيك قالت لي. في اكثر من هيك تحدي؟ قال موسى، قال فاذهب، انتبه له، قال فاذهب، فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول، طالما أنت حي قل. مش أنت شاطر؟ مش أنت طب بصرت بما لم يبصروا به؟ مش أنت بصرت بما لم يبصروا به يا شاطر؟ وهذه ديباك بتفيدنا. قال فاذهب، روح روح روح، مش رح نحاسبك، مش رح نحاسبك، فاذهب. فإن لك في الحياة طالما أنت حي، كانها ضمانات من موسى، أن تقول، قل زي ما بدك، لا تمس. إن لك في الحياة أن تقول، لا مساس. مش إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لأنه هاي لحد الآن حايصين فيها. شو يعني يقول لا مساس؟ يعني يصير يصاب بمرض جلدي مثلا ويقول للناس ابعدوا اتمسوش، ابعدوا اتمسوش، مش عرفنا انه هيك؟ هذه لا، هو بده بهالوقاحة هاي. طب قول يا اخوي، اسمع، طالما انت حي الك علينا. ما هو دير بالك، هذه مهمة، هذه مهمة. في ايش اليوم؟ في كثير ناس بيكونوا فينا حايصين انه هذول الناس ضد الدين، والناس هذول في منهم بيكونوا سفلاء الى حد بعيد، وقحين زي السامري. انت بتتمنى انهم يموتوا. طب يا اخوي، ما هو ماتوا بيطلع غيرهم، ان ماتوا بيطلع غيرهم، لابد منها. هاي هذول الناس موجودين في كل مجتمع، في كل مجتمع. شو اللي بيقضي عليهم هذول؟ هم ليش خايفين اصلا ان الناس تكون حره؟ حرة، لأنه الناس لما بتعرف الحقيقة انتهى، هم بروحوا مصالحهم اتدمرت، بلمش حريات. بيعرفوا هذا الكلام. ولا تصوروا انتوا هذول الناس اللي كانوا بأيدوا الاتحاد السوفيتي باعتباره دكتاتورية، ودكتاتورية العمال والبروتيناريا الأخرى اللي بيقولوها، ها؟ بيعملوا بالدكتاتوريات. فجأة لما سقط الصنم نطوا في حضن أمريكا، ايه اللي قلبتكم؟ ما بيعوشوش إلا بأصنام. طب ما انتم بقيتوا تقولوا امريكا هي ايش هاي؟ كيف كنتوا تنظروا لامريكا؟ لاحظوا عليهم اليوم،
طبعا فيهم أكم سامري مش قضية. لاحظوا باقوا يمنوا الدكتاتورية. أمريكا الفلسفة الماركسية ما هي دكتاتورية، تمام؟ بيؤمنوا فيها كانوا 100%. هم نفسهم اليوم اللي بيقول لك حريات، ليش خلينا في الدكتاتورية زي ما كنا؟ كيف كيف بقلبه؟ وفي لا، في الحقيقة في سمرك سومير هذولا من الحراس لا يزالوا، زي لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا الناس إنه مات الرسول، وقف عمر بن الخطاب قال لهم اسمع اللي يقول مات بالسيف، شو حتى أبو بكر قال لهم مات. في منهم اليوم مش مصدق إنها عم بتموت هاي الأفكار، مش مصدقين إنها بتموت، بتروح هاي الأفكار كلها. هذا السامري. وإن لك موعدا، هذا دليل على أنه فعلا تركوا قالوا روح قول زي ما بدك لا تمس. وهو أصلا كيف بدنا نكتشف أنه إحنا فكرتنا صح؟ مين اللي يخاف على فكرة؟ اللي يخاف اللي فكرته بيعرف أنها فكرة ضعيفة، اللي بيعرف فكرته قوي قول أصلا يقولوا، لأنهم لما بيقولوا ببين. هم كانوا يستغلوا زمان أنه إحنا أمة متخلفة على فكرة، كنا متخلفين وأمة أمية. لما الناس بدأت توعى قولوا زي ما بدكم أشوف، هاتوا أفكار، بطلوا بدهم أفكار. هالقيد صاروا بتآمروا وبروحوا بنطوا في أحضان الاستعمار ومن هون ومن هون، لأنهم بقدروش يواجهوا الفكرة. السعر الاستعمار في عقر داره مش عم بقدر يواجه الفكرة الإسلامية اليوم. فتتمنوش كثير إنه هذول هالسفلة يموتوا، يعني ما بيجي غيرهم. هذا قانون رباني، السامري بيكون موجود في كل مكان. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لين جدا في قبول عذر المنافق، يجي المنافق يعتذر كله ماشي 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 ماشي، عبين ما وصلوا الثلاثة المحترمين وقالوا لا احنا غلطانين، ما كان في اشي يمنعنا انه نلتحق في الجيش. قال اذن هيك انتو حسابكم يختلف، روح 50 يوم وهم في معاناة وقاطعهم المجتمع. عبين ما نزلت الايات ايش بشكل عام، ممكن تعطينا هذه الدرس الان، انه انت ما تهتمش كثير لهذول الناس اللي بيجعجعوا، لانهم هم اصلا خايفين منك، لانهم عارفين فكرتك قوية. ليش بيحربوك انت بالذات؟ لانه فكرتك هي القوية المقتحمة. اصلا افكارهم سقطت، افكارهم سقطت، ما بقيتش عندهم الا مصالح الان.